اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام فكان السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة أعطيني بالقساء اليماني فغطيني به فأعطيته بالقساء اليماني فغطيته به وصرت انظر اليه وين وجهه يتلالأ كأنه التي تمامه وكماله فما قالت الا ساعة واذا بولدي الحسن مجتبى عليه السلام قد اكبل وكان السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرت أفعادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم إن جدك تحت القصاء فأقبل الحسن عليه السلام نحو القصاء فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعزن لي أن أدخل معك تحت القصاع فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد عدنت لك فدخل معه تحت القصاع فما قالت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين بن علي عليه السلام قد أكبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا كرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت القصاع فدل الحسين بن علي عليه السلام نحو القصاع وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت القصاع فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد عزنت لك فدخل معهما تحت القصاع فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائية طيبة كأنها رائية أخي وابني عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم حاه مع ولديك تحت القصاع فأقبل علي عليه السلام نحو القصاع وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعزن لي أن أكون معكم تحت القصاع صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواعي قد عزمت لك فدخل علي بن أبي طالب عليه السلام تحت القصاع ثم أتيت نحو القصاع وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعزن لي أن أكون معكم تحت القصاع قال وعليك يا السلام ويا بنتي ويا بدعتي قد عدنت لك فدخلت تحت القصاع فلما اكتمل جميعا تحت القصاع أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرفي القصاع وأومع بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي
خاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأزحف عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. فكان الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي لما خلقت سماعا مبنية ولا عرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلقا يدور في ولا بحر يجرى ولا فلقا يسرى إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصاع. فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت القصاع؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة الزهرة سلام الله عليها وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي أتعزنوا لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معه سادسا. فقال الله عز وجل نعم قد عزنت لك. فهبط الأمين جبرائيل عليه السلام. فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتهجة والإقرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسرى إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل أتعزنوا لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل عليه السلام معنا تحت القصاء. فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي عليه السلام يا أبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت القصاء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل آل الأرض وفي عجم من شيعتنا ومحبين على إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي بن أبي طالب عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب القابة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم يا علي ابن أبي طالب عليه السلام والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه إلى همين ولا مغموم إلا وكشف الله ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلى همين. فقال علي عليه السلام إذن الله فضنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب القاب الصلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.